كلوب يمنع ارتيتا بالفوز الثالث على التوالي بتفوق عليه تكتيكيا ونفسيا وفنيا وتفوق عليه كليا في ارض الملعب، وبتفوز ليفربول على ارسنال 3-1 في مباراه هي الافضل ليفربول والاسوا لارتيتا ومشروع. انا مش في اي حاجه، انزل من لايك وشير سبسكرايب وفعل الجرس عشان كده كل جديد، ويلا بينا. حطني رقم واحد في الانقاصيه. ليفربول بدا بتشكيلته التقليديه النهارده، بس في شويه تغييرات في تشكيله. هو جوميز نزل بدل فابينيو، فابينيو اتحول لنص الملعب بدل هندرسون اللي كان بره خالص النهارده. هو وتياجو بقى تشكيله زي ما هي. الناحيه الثانيه ارتيتا بيلعب بال 3-4-3، تشكيله اللي بنتكلم عليها كتير قوي في حاله النهارده. النهارده ارتيتا لما لعب 3-4-3 بقى عنده كذا ثغره في المباراه، كذا ثغره في الملعب. اول حاجه وهي الضغط العالي عليه. لما ارتيتا قدام ويست هام وقدام فولهام كان بيحاول يخرج بالكوره من تحت الضغط كويس نوعا ما، بيحاول يلعب كوره تك 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 بيطلع من تحت الضغط كويس، لان كان بيلعب فولهام وويست هام مش بيضغطوا الضغط عالي بشراسه زي ما ليفربول بيعملوا. لكن النهارده ارتيتا كلوب عرف يفهم الحته دي عليه وعرف ينهاله تماما، لان انت لما بتحاول تلعب الكوره من تحت لفوق وتعمل بيلد اب بلاي على الارض، لا ليفربول بيضغط عليك حتى من جوه منطقه الجزاء. بنشوف ماني، بنشوف صلاح، بنشوف فيرمينو، بنشوف فينالدو، بنشوف نابي كيتا، الخمسه بيضغطوا ضغط عالي شرس على ارسنال عشان ما يدوش الحريه انهم يطلعوا الكوره من تحت لفوق. حاجه ثانيه ان ارتيتا لما بيجي بيلعب الكوره من تحت لفوق او بيطلع بالكوره من تحت لفوق بيخلي لاعب من نص الملعب ينزل على منطقه الجزاء عشان يبتدي يطلع بالكوره من تحت لفوق. اللاعب ده مين؟ هو جرانيت تشاكا. تشاكا لما كان بينزل لحد منطقه الجزاء بتاع ارسنال عشان يبتدي يلعب الكوره من تحت لفوق او يستلم الكوره ويطلع بيها من تحت ضغط ما كانش بيقدر يعمل دوت. ليه؟ لان اول ما تشاكا بيوصل منطقه الجزاء ارسنال بيبقى في ظهره على طول نابي كيتا، ما بيبقاش فيه حريه ان انت تطلع بالكوره من تحت لفوق، او مش فيش حريه اصلا ان انت تديها لتشاكا في ظل نابي كيتا ضاغط على تشاكا عشان ما يديش حريه التمرير لتشاكا. وكمان ان الناحيه الثانيه بيبقى قدامه فيرمينيو ضاغط على لينو ووراه فيناندو، لو استلم الكوره فيناندو ما يضغط عليه، ما بيبقاش فيه حريه لدفاع ارسنال غير حاجه واحده بس اللي يلعب الطويله للمهاجمين بتاعته. لما ليفربول بيحاول يخلي ارسنال يلعب الطويله، لما ارسنال يلعب الطويله ليفربول كان بياخد الكوره بكل سهوله، لان ليفربول لما كان بينزل الكوره كان بياخدها ثاني سواء بفابينيا او فينالدو او نابي كيتا. دي لما ليفربول كان بيضغط ضغط عالي عشان يستخلص الكوره من ارسنال الناحيه الثانيه لما كان بيحاول يستخلص الكوره من ليفربول نوعا ما كانش بيعرف. ليه؟ لان كلوب برده لعبها صح. ازاي؟ لان لما ليفربول كان بيحاول يطلع بالكوره من تحت لفوق، لما بيستلم الكوره جوميز او بيستلم الكوره فان دايك بتلاقي لاعبين مش لاعب واحد، بتلاقي فينالدو ونابي كيتا نزلوا الاثنين مره واحده بيسحبوا معاهم نني وتشاكا علشان يخلوا فيه مساحه في ظهرهم لفيرمينيو اللي كان بينزل يستلم في وسط الخطوط كويس جدا. دي شفناها في كذا كوره، ان ليفربول لما كان بيبتدي يطلع بالكوره من تحت لفوق كان اثنين من لعيبه ليفربول نابي كيتا وفيناندو بينزلوا قوي لحد منطقه جزاء ليفربول تقريبا علشان يسحبوا معاهم النني وتشاكا. لما بيسحبوا النني وتشاكا بيبقى في مساحه في ظهرهم، مساحه كبيره جدا فيرمينيو اللي هو يستلم بيها ما بين الخطوط. ودي حاجه كانت سيئه جدا ان ليفربول حتى لما انت ضغط عليها الضغط ده، او انت لما بتطلع تضغط كده كان ليفربول برده بيعرف يطلع بالكوره بتاعه الضغط. ازاي؟ لان انت لما بتطلع بتضغط بمهاجمين، تضغط نص الملعب بتوعك، المفروض تطلع كمان بالمدافعين بتوعك تلعب دفاع متقدم، لكن انت كنت بتعمل كده، كنت بتخلي المدافعين، بتخلي نص الملعب بتاعك، بتخلي الهجوم يضغطوا ضغط عالي على ليفربول والدفاع بتاعك متاخر. متاخر ده كان بيدي حريه لفيرمينيو اللي هو ينزل يستلم من الخطوط. فيرمينيو النهارده كنت بتشوفه كتير جدا على الدايره بتاعت نص الملعب، وكتير جدا كنت بتشوفه في نص ملعب ليفربول عشان ينزل يستلم الكوره. النهارده لو كان عندك تياجو في الملعب مع ليفربول كنت هتشوف شكل مغاير، لان هتلاقي تياجو هو اللي بينزل ما بين الخطوط يستلم الكوره، وتلاقي بيطلع تمريرات لصلاح وتمريرات لمانيه وتمريرات لفيرمينيو، مش هيدي لهم الحريه او مش هيخلي كلوب يضطر ان حد من الثلاثي ينزل بين الخطوط عشان يستلم الكوره. ده كنا نشوفه لو كان تياجو النهارده في الملعب، لو كان تياجو في الملعب كنا بنشوف فيرمينيو احيانا، كنا بنشوف احيانا مانيه، كنا بنشوف احيانا صلاح بينزل في البوكت او بينزل بين الخطوط عشان يستلم الكوره. الحته دي او تشكيل اللعب بيها 3-4-3 خلت فيه ثلاث ثغرات عند ارتيتا وعند ارسنال. اول ثغره واللي انت مش عارف تطلع بالكره من تحت لفوق، لان انت اللاعب اللي المفروض يستلم الكوره من تحت ضغط مش موجود في الملعب، وتشاكا مش من اللعيبه اللي هي تقدر تستلم الكوره من تحت ضغط الشرس بتاع ليفربول ويطلع بيها من على الارض يعني. الثغره الثانيه وهي الاطراف بتاعتك كانت مباحه، لان انت ميتلاند نايلز بيتقدم قدامه بيعمل ادوار هجوميه اللي بلا جدوى تماما، وبيخلي فيه مساحه في ظهره تخلي يعني لما ميتلاند نايلز كان بيطلع عشان يعمل الدور الهجومي كان بيبقى فيه مساحه في ظهره، وبيخلي تيرني ارنولد وصلاح بيبقوا اثنين على واحد على تيرني.
دي كنا بنشوفها كتير جدا. والناحيه الثانيه كان محاول نوعا ما ويليان يرجع يساند مع برلين ومع هولدنج عشان يقفلوا الحته على روبرتسون وعلى ان ماني واحنا كانوا بيعملوها. لكن الناحيه الثانيه عند ميتلاند ناينز وتيرني ما كانش بتحصل كتير، لان ميتلاند لما كان بيتقدم لقدام ويعمل الادوار الهجوميه بيبقى فيه مساحه في ظهره، ارنولد ومحمد صلاح بيقدروا يستغلوها كويس جدا، بيلعبوا اثنين على واحد على تيرني وكانوا بيعدوا منه. الحاجه الثالثه دي الاهم، ان انت مش عارف توصل الكوره لمهاجمينك، انت بقى في جاب ما بينك ما بين نص ملعب المدافعين وما بين المهاجمين، لان ويليام ولاكازيت وباميانج كانوا بيضطروا ان هم يفضلوا في نص ملعب ليفربول عشان الضغط العالي لما بيبتدي الكره تلاقي مثلا كره طويله يحاولوا ياخدوا السكند بول، او لما ليفربول بيبتدي يطلع الكره من تحت لفوق يحاولوا يضغطوا عليه ويستخلصوا منه الكوره. ده كنا بنشوفه كتير جدا، ان في جاب ما بين نص ملعب بين المهاجمين، والجاب بتاع نص ملعب المهاجمين دي مخليه ان النني والتشاكا بيحاولوا يعملوا دور اكبر من دورهم ان هم ياخدوا الكوره تحت ضغط ويخرجوا الكوره من تحت ضغط ويرموا سيروهات للمهاجمين. ده مش شغلهم، كان لازم 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 ارتيتا يبدا بال 4 3 3. كان ارتيتا لو شلت تاني حاول تشكيل 4 3 3 كنت ممكن تلاقي الشكل. هقول لك في الشوط الثاني كان نبقى الشكل ازاي، لكن الشوط الاول انت خرجت 2-1. خرجت 2-1 ازاي؟ هقول لك. الجول الاول ارسنال جاب جون عكس سير المباراه تماما، ليفربول هو كان ماسك، هو اللي كان مستحوذ، هو اللي كان ضاغط، هو اللي كان اقرب ان هو يسجل الجون، وفي لحظه ارسنال سجل الجول. ارسنال سجل الجون ازاي؟ لما تيرني خد الكوره واداها لتشاكا، تشاكا لما استلم الكوره ميتلاند ناينز دخل لقلب الملعب وساب الطرف لوباميانج عشان ينزل يساند في الطرف. لما نزل يساند في الطرف تشاكا ميتلاند ناينز استلم الكوره من تشاكا واداها لوباميانج، وباميانج اداها تاني لتشاكا. تشاكا بمعلمه كبيره جدا 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 رمى سرور ميتلاند ناينز اللي فتح شارع ورا ارنولد وخد استلم الكوره من تشاكا وراح رفع عرضيه وغلط كارثي من روبرتسون بيسلمها للاكازيت، والكوره تخدم برده لاكازيت ما بتلبسش وش رجل قوي، لا بتقلش وتعدي من فوق اليسون. 1-0 لارسنال، ارسنال 1-0 في الدقيقه 24 او الدقيقه 25 على طول، في الدقيقه 27 على طول ليفربول بيتعادل في كوره برده من لقطه اللي كنت بقولها لكم اللي بتبقى 2 على 1 لما لعيبه ارسنال لما لقيت تيرني واقف لوحده قدام ارنولد قدام صلاح، تشاكا ابتدى يحاول يزاحم نوعا ما ويسند مع تيرني، وديفيد لويس طلع عشان يساند ويسند مع تيرني، فالاثنين عملوا فاول على فيناندو في نص الملعب او فاول على حدود منطقه الجزاء على فيناندو. الحكم مشى الماتش ومشى اللعبه، لعب 1 2 على طول ما بين صلاح وبين ارنولد. صلاح بالمهاره خد الكره بيمين دخل جوه الملعب، لو كان لمس بس تيرني كان ضرب الجزاء وبوشت الكره بتود منين منين. 1-1 بعديها ب 10 دقائق على طول كوره طول المباراه او طول الشوط الاول بنشوف ان ويليان بيقدر يرجع ويساند الدور الدفاعي مع روبرتسون، تلاقيه بيرجع كتير جدا يقفل مع روبرتسون. في اللقطه الوحيده اللي ويليان سرح فيها وما رجعش مع روبرتسون اترفعت من ارنولد، روبرتسون استلم الجول التاني ليفربول. اللقطه الوحيده اللي ويليان ما رجعش فيها مع روبرتسون جول التاني ليفربول، وخرج الشوط الاول 2-1 لليفربول. كان الشوط التاني كنت لازم وكتبتها على فيسبوك ما بين الشوطين، قلت ان انت لازم في الشوط الثاني تحاول تشكيل 4-3-3 لان 3-4-3 مش نافع مع اطراف ليفربول. ليفربول مباح اطرافك ان انت 3-4-3 اطرافك مفتوحه نوعا ما شويه، يعني ليفربول بيقدر يستغلها، فانت 3-4-3 مش نافعاك. لكن الشوط الثاني ارتيتا فضل مصر على 3-4-3، فضل مصر على اللقطه دي ومصر على التشكيل ده ومصر على التكتيك ده. ليه؟ مش فاهم. وحتى التغييرات اللي عملها، خرج تشاكا ونزل سيبايوس تغيير مركز بمركز ما اداش اي جدوى. انت كنت عايز 4-3-3 عشان يبقى عندك زياده عدديه في نص الملعب، عندك ثلاثي في نص الملعب مثلا، يعني كنت المفروض تخرج جيري الثاني تخرج ميتلاند ناينز وتنزل سيبايوس عشان يبقى عندك ثلاثه في نص الملعب في الضغط العالي اللي بتشكله على ليفربول، يبقى في زياده في نص الملعب انت تضغط وتاخد الكره تستخلصها، والمساحه اللي انت كنت بتطلع بلاعبين من نص الملعب عشان تضغط على نص ملعب ليفربول اللي هو نبي كيتا وفينالدو لان كانوا بينزلوا عشان ياخدوا الكوره من دفاع ليفربول، كنت بتخلي اثنين من نص الملعب يضغطوا، فلما اثنين دول يضغطوا اللي هم تشاكا ونني او سيبايوس ونني لما كانوا بيضغطوا كان في مساحه في ظهرهم للاعب ينزل يستلم ما بين الخطوط، لو في لاعب ثالث بقى في نص الملعب مش هيبقى في مساحه دي، لما تضغط باثنين من نص الملعب في لاعب هولدنج نمره 6 واقف على الدايره مش مدي مساحه للاعب ينزل ما بين الخطوط يستلم الكوره. لكن انت ما عملتش اللقطه دي، ما عملتش الحته دي، لعبت برضه باثنين في نص الملعب، اديت الحريه لماني او فيرمينيو هو اللي ياخد الكره من الخطوط ويبتدي يشغل اللعب. كنت لازم يشيل تيري تغير ال 4-3-3، لكن انت ما عملتش ده، تيري تغير التغييرات مركز بمركز مركز بمركز، تنزل سيبيوس بدل تشاكا، تنزل بيبي بدل ويليام، تنزل نيكيتيا بدل لاكازيت، لاكازيت اللي ضيع انفرادين ما يدعوش ما يدعوش، سيبيوس لما نزل لمالك سروهيل لاكازيت ما يدعوش، لاكازيت راح واحد شاط في
في اليسون الثانيه شوط واليسون شالها، فتركزت الجولين دول اللي كنت جبتهم كنت فرقت عليه ليفربول 2 بقت 2-2 او 3-2 بالمفردين اللي لاكازيت ضيعها. لولا التضييع بتاع لاكازيت كان ليفربول ندم على الدفاع المتقدم قوي اللي بيلعبه ضد ارسنال. ضغط عالي شرس على ارسنال وبتلعب دفاع متقدم قوي لحد نص ملعبك، اي لقطه او اي سلو زي اللي شفناه من لاكازيت او شفناه لاكازيت كان ضربك. لو لاكازيت كان فيها النهارده سجل الانفرادين اللي جوله كان ضربك يا معلم، كان ضربك حرفيا. شوت يعني مباراه سيئه نوعا ما من ارسنال من وجهه نظر، من اسوء مباريات ارتيتا اللي من ساعه ما جه. ارتيتا لعب مباراه غريبه، لازم مباراه الكاس بتاعت يوم الخميس تركز، لازم تفرع الماتش، لازم تشوف اخطاء كانت فين، لان الاخطاء دي لو اتكررت في كاس ليفربول برضه هيكسب. ليفربول نزل تغييرات في الشوط الثاني، على سبيل المثال نزل لك يوتا في الدقيقه 78 او 77، المهم يعني يوتا خد وقت تقريبا 12 دقيقه او 10 دقائق، في ال 12 او 10 دقائق دول سجل ثلاث وصل للمرمى ثلاث مرات وسجل جون، وصل للمرمى ثلاث مرات وسجل جون في 12 دقيقه او 10 دقائق، ده يدل ان انت دفاعك مباح واعترافك مباح. يوتا كان بيعدي زي ما هو عايز، صلاح بيعدي زي ما هو عايز، حتى فيرمينيو لما كان بيتحرك بعرض الملعب سواء عرض يمين او عرض شمال كان بيبقى فيه مساحه في قلب نص الملعب او قلب الدفاع، لان فيرمينيو لما كان بيروح يمين او بيروح شمال كان بيسحب معاه مدافع، لازم يسحب معاه مدافع، فلما بيسحب معاه مدافع بيبقى فيه مساحه بقى في قلب الدفاع. ديفيد لويز راجع ناس الكوره، الجون التاني بيعمل اسيست ليوتا، تنزل يوتا تك جون تك جون على طول، يوتا نزلت له جون 3-1. خسرت مش لاعب بسبب اخطاء تكتيكيه او ممكن تكون عناصر في الملعب مش عارفه تطبق فكرك. واحد زي ميتلاند نايلز ما ينفعش يعمل ادوار هجوميه، لازم واحد ده كنسله يبقى متثبت قدام ترني عشان ما يديش فرصه لارنولد وصلاح يلعبوا اثنين على واحد على ترني. لازم كنت تعملها نص الملعب، الاثنين بتوع نص الملعب مش هينفعوا، لازم يبقى ثلاثي نص الملعب ضد ليفربول. ليفربول الضغط العالي اللي بيقدمه عليك لازم يبقى ثلاثي في نص الملعب. ارتيتا قدم مباراه سيئه، كلوب قدم مباراه كبيره، مباراه عظيمه ليفربول قدر يخرج 3-1 وبالعلامه الكامله 9 نقط، 3 مباريات ب3 فوز. مبروك لارسنال، هارد مبروك لليفربول، هارد لك لكل جماهير ارسنال. مشروع ارتيتا لسه في اوله، لسه هنشوف ارتيتا المباراه الجايه، لسه عنده مباريات كبيره جايه كتير. ارتيتا هفوه منه في ثالث مباراه ضد كلوب بيخسر بالثلاثه، ولكن لسه للحكايه بقيه. في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه ارسنال وليفربول. قول لي رايك انت في الكومنت، قول لي توقعاتك، هل مشروع ارتيتا ممكن ينافس على التوب فور او ينافس على الدوري، ولا لسه بدري قوي انه ينافس حتى على التوب فور؟ قول لي رايك في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي على الديسكربشن تحت. كمان مصطفى، نشوفكم الحلقه الجايه، سلام.